بركات. باقي لغايه دلوقتي. لا انا عايز اقول لك والله، انا بركات كلمني بعد مباراه الاهلي وصن داونز. انا عمري في حياتي قال لي ما شفت محمد بركات كده. قال لي كلمني محمد بركات، انا قلت له ده انا حاسس انه حصل له حاجه. والله العظيم ربنا يحميه ويحفظه، يعني انا كنت حاسس انه حصل له حاجه من كتر ما قال لي عماد هات لي اللعيبه كلها. تعالى لي انا عايز بص، انا شايف بركات مقهور. مع ان بركات انت عارف بركات مش من نوعيه اللعيبه، مش من نوعيه اللعيبه اللي بقولك فوجئت يعني. برضو واضح ان هو عمل لفه يعني بالظبط، مش من نوعيه اللعيبه اللي بركات يعني هو بياخد كل حاجه بس جواه يعني خسرت عادي الكوره مكسب وخساره. لا انا المره دي قلت له هجي لك بكره، انا قلت لمراتي انا قلقان على بركات انه حصل له حاجه. رحت قعدت معاه قال لي يا عماد انا مش عارف قال لي انا ما نمتش. عايزين نعمل قعده زي دي قريب، يا ريت. يلا يا ريت. فبركات لا بركات واحد بص بقى ما عندوش حاجه اسمها تهريج، هو طول ال 90 دقيقه هو فزيع. شوف تشوفه بره الملعب طول بيهزر وبيضحك، لكن في الملعب ما فاصل تماما. بس اول ما الحكم يصفر بالظبط خلاص شخصيه ثانيه، راجل محترم ما تسمعلوش كلام، ما بيعملش مشاكل. سنين طويله طبعا كانش بيعمل مشاكل غير ماشي، احنا عارفين المشاكل اللي بيعملها. فيعني لبسنا انا في مشاكل كتير في الاوتوبيس على فكره برضو. طبعا هو اكبر مدبساتي في التاريخ. لبسني. لا كنا احنا قاعدين هو قدامي وانا وراه، وكنا بنعمل شويه حاجات كده مع عصام الحضري. بالظبط انت خدت بالك. انت عارف نهزر. بعدين اول ما الخواجه اول ما مستر يبص له جوزيه يبص له قام عامل ازاي، هو بيضحك كده كده مره تلاقيه مش بني ادم فظيع، مش بني ادم. وفي الاخر يعني اللعيبه الصغيره يعني هم اللي في القصه دي شالوها.